انطلقت قافلة طبية مجانية بالقنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية ضمن مبادرة انت الحياة التي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة، وتم خلالها الكشف على ما يقرب من 2000 مواطن بالمجان خلال 3 أيام. وضمت القافلة كل التخصصات الطبية وخدمات تنظيم الأسرة بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كل الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية التأمين الصحي الشامل مجانا. القوافل الطبية ما زالت مستمرة، في الأنشطة الثقافية مستمرة، الأنشطة الرياضية مستمرة، في العلاج ما زال مستمر وبيتصرف لحظة بلحظة، وجميع التخصصات شغالة وبإذن الله التدعيم شغال وإحنا معاكم بكل وقت بإذن الله. قوافل الطبية بالمجان للكشف على المرضى وبنصرف فيها أدوية، عندنا محاضرات للإدمان ومحاضرات للمرأة توعوية بجانب ورش الرسم وورش المسرح العرايس، وإن شاء الله الفعالية تنول إعجاب المواطنين.